بنوسي في مناسبتين، لكن ده كان في المرمى اللي في الجانب الأيمن. ماذا عن مرمى الجانب الأيسر؟ مورينيو يريد الفوز بأي شكل، يريد الخروج من هذه الدوامة، يريد أدي شنايدر. جول جول للهولندي. مش في كل مرمى يا بنوسي، مش في كل مرة يا بنوسي. مرمى الجانب الأيسر يخل باتفاقه مع الحارس بنوسي ولا يتصدى لكرة شنايدر هذه المرة بعد ساعة من المحاولات. شوف بنوسي وكأنه ينظر للقائم ويقول له انت فين، انت فين، ما تحركتش ليه؟ ينتظر تحرك القائم. بنوسي ثم القائم، لكن في هذه المرة من مكان رائع جدا وبطريقة رائعة جدا. بنوسي يلوم القائم، بنوسي يلوم الحائط، ولا يجب أن يلوم إلا نفسه.